ونتطرق الآن ونتحول إلى مجال تحويل اللاعبين. ثاني أكبر صفقة هذه الصائفة كسبها نادي برشلونة الذي ضم لصفوفه هيكل النجم البرازيلي السابق لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي رونالدينو الذي قدم رسميا كما نشاهد هذا الأسبوع لأنصار البارسا بملعب نوكامب. الأنصار الذين تراوح عددهم بين 15 و 20 ألف ينتظرون من روماريو أو ينظرون لروماريو باللاعب المنقذ. وجود رونالدينو في البارسا معناه في منطقة الأنصار عودة الفرجة لنوكامب. قمصان رونالدينو بيعت ب 70 أورو مفاوضات بعد مفاوضات ماراثونية. إذا رونالدينو وقع للبارسا لمدة 5 سنوات والمبلغ تراوح بين 25 إلى 30 مليون أورو أي ما يعادل 300 مليار سنتيم جزائري إذا كنت نجيبا في الرياضيات. والسؤال هل سيمضي رونالدينو على خطوات الرئات البرازيلية التي سبقته إلى البارسا وهي روماريو رونالدو وريفالدو. أول خرجة لرونالدينو مع البارسا ينتظر أن تكون يوم الأحد القادم بفوكسبورو بالولايات المتحدة أمام جوفنتوس خلال جولة البارسا إلى الولايات المتحدة. ويواجه خلال هذه الدورة كذلك نادي ميلان أسي بواشنطن ومانشستر يونايتد يوم الثالث أوت القادم بنيوجيرسي.